شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول القيادة، ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن محورين: المحور الأول مجالات القيادة، المحور الثاني لوازم القيادة. ولكن قبل أن ندخل في الموضوع نقدم بإذن الله تعالى مقدمة. وهذه المقدمة هي أنه في عالم يضج بالحضارات المتناقضة وبالتيارات الفكرية والعملية، توجد أمام الأمة ثلاثة طرق، وربما يوجد هنالك طريق رابع نعرض له في الضمن. الطريق الأول طريق التقوقع والانكفاء، الطريق الثاني طريق التبعية والذوبان، الطريق الثالث طريق القيادة والريادة. أما الطريق الأول وهو طريق التقوقع والانكفاء،
فهو أولا غيره ممكن من الناحية الواقعية، ربما كان هذا الطريق فيما مضى ممكنا، الأمم التي كانت تريد أن تنكفئ على ذاتها كانت تبني حولها سورا، وبذلك كانت تعزل حضارتها عن تأثير الحضارات الأخرى. ولكن في هذه الحقبة الأسوار لا تنفع، حتى إذا بنيتم سورا الأمواج الصوتية والصور المرئية تأتيكم في غرفتكم وتأتي أولادكم في غرفتهم. الآن كثير من الآباء ما عندهم تحكم في أولادهم وفي بناتهم، ربما يظن بعضهم أنه تحكم فيه، ولكن كثير من الأولاد يعيشون في عالم آخر، يعيشون في منظومة أخرى، لأن هذا الابن أو هذه البنت يعيشان في قلب الحضارة الغربية، ربما يكون في عاصمة أو في بلدة إسلامية، ولكنه في واقعه وفي مشاعره وفي أحاسيسه وفي اتجاهاته يعيش في قلب الحضارة الغربية. فهذه الطريقة، هذا الطريق، طريق التقوقع والانكفاء، أمر غير ممكن من الناحية العملية أولا في غالب الأحيان، وثانيا ربما لا يكون صحيحا من الناحية الشرعية، لأن المهمة التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتق هذه الأمة لا تنسجم مع هذه الحالة. الله تعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. العالم المتقوقع المتدين المنكف على ذاته الذي يمشي في وادي والدنيا تمشي في واد آخر، هذا كيف يستطيع أن يكون؟ وكيف تستطيع هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناس وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ إرشاد الجاهل مواجب، تنبيه الغافل مواجب. ألا تعتبر هذه مقدمات وجودية لهذا الواجب المطلق؟
بناء على ذلك هذا الطريق الأول طريق غير مقبول وغير ممكن. الطريق الثاني طريق التبعية والذوبان. الذوبان يشكل مرحلة متقدمة من مراحل التبعية، وهذا ما فعله الكثيرون. هذا الطريق لا يضر آخرتنا فقط، وإنما قبل ذلك يضر دنيانا أيضا. الآخرون لا يريدون لنا الخير، نحن لا نقول ذلك، وإنما هنالك آية في القرآن الكريم ربما تشير إلى ذلك. الله تعالى يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لا يريدون ذلك. بعض المفسرين ذكروا في هذه الآية أن هذه الكلمة كما هو ظاهرها أيضا تدل على نفي الخير مطلقا، لا يريدون لا خير أخروي. في سورة البقرة يمكن حوالي آية 105، لا يريدون لكم خيرا أخرويا كالنبوة مثلا، ولا يريدون لكم خيرا دنيويا كالغنى. أنه واحد يفكر الآخرون يريدون مصلحتنا، هذا خطأ، إنما يريدون مصالحهم لا أكثر من ذلك. أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يريدون ذلك. التنافس مو فقط تنافس ديني وعقائدي، تنافس اقتصادي. لا يريدون أن تكونوا متقدمين من الناحية الاقتصادية. تنافس اجتماعي، تنافس سياسي، تنافس في جميع المجالات. لعله مرة أشرنا إلى أقذر حرب في التاريخ، وهي حرب الأفيون. قتلوا في هذه الحرب كما في التواريخ 20 مليون من البشر. حرب الأفيون أقذر حرب في التاريخ. هؤلاء الذين قتلوا 20 مليون في الصين لهذه الحرب يريدون الخير لبلادنا. الآن اللي جايين إلى بلادنا، نعم يريدون مصالحهم، والتجارب التاريخية أثبتت ذلك. فهذا الطريق الثاني أيضا غير مقبول. الطريق الثالث طريق القيادة وطريق الريادة. الريادة تمثل مرحلة متقدمة من مراحل القيادة. قد يكون الفرد قائدا، وقد يكون الفرد رائدا. إن الرائد لا يكذب أهله، في حديث النبي صلى الله عليه وآله. هذه الحالة الثالثة،
ربما يظهر من بعض الآيات ومن بعض الروايات أن الإرادة الإلهية شاءتها لهذه الأمة. في آية كريمة الله سبحانه وتعالى يقول: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. راجعوا ما يقوله المفسرون في هذه الآية: الرسول شهيد، ومن هو بمنزلة الرسول؟ وهم أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، شهداء على هذه الأمة، وهذه الأمة شهيدة على جميع الناس، يعني على جميع العالم. النبي صلى الله عليه وآله كما في الروايات في بداية بعثته أشار إلى هذه القضية. هذه الرواية مذكورة في كتاب أعلام أو إعلام الورى بأعلام الهدى الطبرسي رحمة الله عليه في الجزء الأول صفحة 106. من اليوم الأول، في ذلك اليوم اللي كان المؤمنون قلة يخافون أو يخاف كثير منهم أن يتخطفهم الناس من حوله، في ذلك اليوم النبي صلى الله عليه وآله وعدهم بالقيادة، القيادة العالمية. النبي صلى الله عليه وآله كما في هذا الحديث الذي يرويه علي بن إبراهيم صاحب التفسير الثقة الجليل إعلام الورى ينقل هذه الرواية عن علي بن إبراهيم، النبي صلى الله عليه وآله قال: يا معشر قريش، أو يا معشر العرب، نسختان، أدعوكم إلى عبادة الله تعالى وخلع الأنداد، إلى أن قال صلى الله عليه وآله: فأجيبوني تملكوا بها العرب، تصبحون حاكمين على كل العرب، وتدين لكم العجم. تدين لعله معناه تخضع، والعجم كما يبدو في مقابل العرب، يعني غير العرب، كل من لم يكن عربيا فهو أعجمي، وتدين لكم العجم وتكونون ملوكا في الجنة. بعد شنو تردون؟ أن تكونوا المالكين في الدنيا وأن تكونوا المالكين والحاكمين في الآخرة. فضحكوا هذا الرجل المستضعف، يعني استضعفه المشركون. هم العرب كلهم كانوا كما قالت الصديقة الطاهرة: مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام. هذا النبي يبشرهم أن يكونوا ملوك العرب والعجم، يعني يكونون حاكمين على الإمبراطورية الرومانية، ويكونون حاكمين على الإمبراطورية الفارسية. فضحكوا. في مكان آخر أيضا من هذا الكتاب يقول: فأجيبوني تكونوا ملوكا في الدنيا وملوكا في الآخرة. هنالك حالة أخرى، وهي أن يكون الفرد
على الأقل أو تكون الأمة في مستوى مكافئ. هذا طريق الرابع وحالة الرابع، ولكن القرآن الكريم لا يرضى بذلك، وإنما يقول وأنتم الأعلون، الأعلى الأقوى إن كنتم مؤمنين. على كل حال، بين هذه الطرق الثلاثة، طريق التقوقع والانكفاء وطريق التبعية والذوبان وطريق القيادة والريادة، الطريق الثالث هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى كما يبدو من هذه الآيات لهذه الأمة. ننتقل إلى البحث التالي، وهو مجالات القيادة. القيادة لها مجالات ثلاثة. المجال الأول القيادة الروحية والأخلاقية. الآن هذه الأمة تريد أن تكون أمة قائدة. في أي مجال من المجالات تكون قائدة؟ الآن انصغر هذا المطلب. نحن نريد أن نكون قادة وقائدا من القادة، وفي الآية الكريمة واجعلنا للمتقين إماما، هذه من أدعية عباد الرحمن. القيادة تكون في أي مجال؟ المجال الأول القيادة الروحية والأخلاق. إذا المتدينين ما ملأوا هذا الفراغ، هذا فراغ، الفراغ الروحي، الفراغ الأخلاقي، هذا الفراغ مو فراغ الآن، هذا فراغ ممتد في عمق التاريخ. علماء الاجتماع يقولون، لاحظوا ما يقولونه، يقولون إحنا لم نجد ولا مجتمعا من المجتمعات، حتى المجتمعات البدائية، يعني حتى إذا قبيلة متوحشة يوجد فيها 100 واحد، لم نجد قبيلة أو عشيرة أو مجتمعا من المجتمعات إلا ووجدنا في ذلك المجتمع معبد. هذا الفراغ فراغ قائم، الحاجة إلى العبادة، الحاجة الروحية، الحاجة الأخلاقية. وإلى هذا اليوم في قلب المجتمعات المتحضرة أكو هنالك حاجة روحية وحاجة أخلاقية. ولذلك أنتم تشوفون الآن أي واحد يأتي وهو حامل لراية روحية وراية أخلاقية، يلتف حوله مجموعة من المثقفين، من الدكاترة، من ذوي الشهادات العالية، لأن هذا الفراغ يجب أن يملأ. يجتمعون حوله مدة ثم يكتشفون أنه كان دجالا فينفضون حوله. شقد من الحوادث حدثت في هذه الفترة الأخيرة حول ذلك. هذه حاجة روحية، حاجة أخلاقية. إذا المتدينين ما ملأوا هذه الحاجة، المجتمع بحاجة، من الذي يملأ هذه الحاجة؟ النماذج الروحية، النماذج الأخلاقية، هؤلاء الذين يملؤون هذه الحاجة. إذا إحنا لم يكن فينا هذه النماذج،
هذا الفراغ يأتي ويملأه الآخر. العرفاء الكاذبون لماذا يتغلغلون؟ الآن تعلمون الطرق العرفانية الكاذبة. أنا الآن ما علي بجميعها اللي بدأوا بسوء نية، الطرق العرفانية الكاذبة والطرق الصوفية الكاذبة، كم مليون واحد في عالمنا الإسلامي وفي العالم الغربي من أتباعها؟ ليش هذه الطرق قائمة؟ ولماذا الملايين يتبعونها؟ لأن هنالك فراغ روحي. الفراغ الروحي المتدينون الصادقون ما ملؤوها، ما ملؤوه، فجاء الكاذبون واستفادوا من ذلك. الآن في كل بلاد العالم الإسلامي كما يبدو بلا استثناء حسب الظاهر توجد الطرق الروحية الكاذبة. يوجد هنالك الأفراد الدجالون، مثل بلدة طبيب ما بي، الحاجة إلى الطب حاجة واقعية. إذا في بلدة طبيب ماكو، يأتي هنالك طبيب كاذب ويملأ هذا الفراغ. حتى في الغرب الآن، الغرب الذي كثير منهم كفروا، انتوا شوفوا الطرق الروحية، الأشياء الروحية الرائجة رواجا كبيرا حتى بين المثقفين منهم. فإذا الشيء الأول الذي نحتاج إليه نحن المتدينين القيادة الروحية والأخلاقية، النماذج الحقيقية، النماذج الصادقة، هذه يجب أن تكون في المجتمع وأن تطرح في المجتمع. النماذج مثل المحدث القمي رحمة الله عليه اللي كان نموذجا للأخلاق، مثل الحاج آغا حسين القمي رحمة الله عليه اللي كان نموذجا في زهده وأخلاقه وغير ذلك، مثل بحر العلوم، مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أحد الغربيين مختصر القضية، القضية هي مطولة. أحد الغربيين في أخريات أيام السيد البروجردي في مرضه اللي توفي فيه، جاء إلى زيارته مبعوثا من قبل صحيفة كبرى، جاء إلى قم وأراد أن يلتقي بالسيد. السيد البروجردي قال لرجل كان هناك: أنا ما أتمكن أتكلم معه، أنت روح أتكلم وياه. فيقول: ذهبت إليه وتحدثت معه، سألني أسئلة حول الدين، حول المذهب، حول التشيع. يقول بعدين لفت نظره منظر البيت، كأنه اعترت حالة من الشك، قال: داخل البيت مثل هنا أيضا، لأن بيت السيد البروجردي رحمة الله عليه كان بيت خرب قديم متهدم، الشقوق تملأه كما هو دأب كثير من علماء الشيعة. قال: داخل البيت مثل هنا أيضا، أو لا، هذا للناس صنع. يقول: فقلت له: لا، الداخل مو مثل هنا، وإنما هو أسوأ حالا.
يقول فقال لي يمكن أجي أشوف الداخل. تفضل. دول الناس اللي شايفين البابوات، شايفين الفاتيكان، شايفين الحالة الأشرافية التي يعيش فيها علماء الدين المسيحيون. يقول أجل الداخل وشاف الداخل كلش أسوأ حالا من هذا الظاهر. وبعدين أجي إلى السيد البروجردي كان ممدد على الفراش، يقول هو كان مذهول من وضع هذا البيت. قال هذا المرجع اللي تجري الملايين تحت يديه يعيش في هذا البيت. وبعدين قال لي أنتم الشيعة لا تحتاجون إلى دعاية، هذا الرجل الغربي، أنتم فقط صوروا السيد البروجردي وهذا البيت، هو هذا أكبر دعاية للتشيع. الحقيقة هذه النماذج الأخلاقية، هذه النماذج التي عندنا ويجب أن تكون عندنا ويجب أن تستمر عندنا، هذه نماذج تملأ هذا الفراغ. إذا إحنا ما ملأنا هذا الفراغ جاء الأدعياء وملؤوه. هذا المجال الأول، القيادة الروحية والأخلاق. المجال الثاني، القيادة الفكرية والثقافية. هذا أيضا مجال خطير، الفكر هو القائد. عندنا حديث يقول الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. حتى الملك بالنتيجة عندما يريد أن يخوض حربا يحتاج إلى رأي العلماء وتقارير العلماء. الذي يوجه الملك هو العالم. مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء كما يقول بعض العلماء، لأنه قبل الشهيد يوجد عالم يصنع هذا الشهيد، وبعد الشهيد يوجد عالم يبقي هذا الشهيد. فالعلة المحدثة والعلة المبقية هي العالم. الفكر دوره دور القيادة. إحنا إذا ما ملأنا هذا المجال يأتي هنالك منظر اقتصادي ويضع نظرية في الاقتصاد، وإذا به يجرف الملايين. فراغ أكو. من هو هذا المنظر؟ هذا المنظر هو ماركس. الوالد رحمه الله يقول عندما جاء المهد الشيوعي إلى العراق، والكبار يتذكرون شنو كان الوضع، كان أكو عالم، المتدينين جدا كانوا متحيرين ماذا يصنعون. قلنا ماذا نفعل؟ قال الحل كلش واضح، أنتوا كل يوم تخلون تحت إبطكم كتاب في النحو وكتاب في الصرف وكتاب في المنطق. الآن يجب أن تضيفوا كتابا آخر، كتاب في الاقتصاد مثلا. هذا الفراغ ملأه هذا المنظر وهدم دين الناس ودنياهم. 80 عام الدنيا مو فقط بلادنا تورطت في جحيم هذا التنظير الاقتصادي الخاطئ اللي حطم الدنيا الناس ودينه. يأتي هنالك منظر في علم الفلسفة ويجرف وراءه من يجرف. الأول كان ماركس، الثاني سارتر النظرية الوجودية،
اللي الآن ضعفت ضعفا شديدا، ولكن في يوم من الأيام كان لها رواج في الدنيا، وجاءت وأخذت المتدينين. وعندما ماكو هنالك تنظير، يأتي سارتر في هذا المجال، أو يأتي واحد يقول بوحدة الوجود والموجود، ويقول ليس في جبتي سوى الله، ويقول مو فقط الله لا تأخذه سنة ولا نوم، أنا أيضا والعياذ بالله لا تأخذني سنة ولا نوم، ويقول ليس في جبتي سوى الله، ويقول سبحاني ما أعظم شاني، وما أشبه ذلك. فراغك، إحنا ملأنا هذا الفراغ الفكري. الآن علم الكلام الجديد، إحنا عندنا علم الكلام القديم اللي كان يحتوي على هذه الأفكار والنظريات. علم الكلام الجديد، نعلم أكو هنالك علم الكلام الجديد، سمعنا بذلك. شنو شبهات علم الكلام الجديد؟ الآن هؤلاء المفكرين اللي موجودين عندنا ويطرحون بعض الشبهات في بلادنا، ويتبعهم كثير من الشباب الجامعيين، هؤلاء استوردوا شبهات علم الكلام الجديد المطروح في الغرب. أكو هنالك ملء لهذا الفراغ؟ أكو هنالك قيادة فكرية في هذا المجال؟ لا، أنا مشغول بسيري، فاطلبوا للبحث غيري. يأتي هنالك منظر في علم النفس، وإذا به يجرف لعله الملايين من الشباب وراءه، وهذا المنظر هو فرويد المعروف اليهودي بنظريته النفسية التي طرحها. أكو تنظير في هذا المجال، أكو تفكير في هذا المجال، أكو كتابة في هذا المجال. طبيعي أن يكون هو القائد، وكل يوم على قول واحد الشباب ينتظرون فد اسم هنا، يعني فد لفظة آخرها اسم اللي تدل على ذاك التيار الفكري، وإذا بالشباب يرحون وراء، ماكو بديل، ماكو هنالك إملاء. علماؤنا هذا كان موجود عندهم، أي تيار فكري جديد كانوا يتصدون له وكانوا يكتبون. هذه القضية الثانية، المجال الثاني، القيادة الروحية والأخلاقية، القيادة الفكرية والثقافية. المجال الثالث، القيادة العملية والميدانية. النبي صلى الله عليه وآله فقط كان نموذجا أخلاقيا، فقط أعطى الفكر الصحيح للناس، هذا هو، أو كان قائدا عمليا، كان قائدا ميدانيا. وإذا لم يملأ هذا الفراغ القيادي، إحنا لا نتمكن أن نحتفظ بالمجتمع. لاحظوا هذه الرواية في البحار موجودة، النبي صلى الله عليه وآله، وما أكثر هذه الروايات، ينقل هذه الرواية جابر بن عبد الله، يقول في إحدى الحروب، يقول النبي صلى الله عليه وآله اشترك في 21 غزوة. قيادة ميدانية. النبي ما كان صلى الله عليه وآله يقعد يقول أنتوا روحوا إلى الميدان، هو كان يشترك في 21 غزوة كما في هذه الرواية. يقول في إحدى هذه الغزوات أعيا ناضحي، البعير
الذي كان يحمله أعيا على ما في بالي. كان الوقت وقت ليل أيضا، في الليل في الصحراء الناضح أعيا. ماذا يفعل جابر بن عبد الله؟ يقول فكنت متحير. مضمون الرواية شوفوها بالبحار. يقول وإذا بي أسمع صوت النبي صلى الله عليه وآله خلفي. يقول النبي دائما كان يمشي أخير، حتى إذا واحد توقف ابتلي بمشكلة ينجيه من ذلك. فقال لي مضمون الرواية هذا أنت جابر؟ قلت نعم، فداك أبي وأمي يا رسول الله. قال ليش هنا؟ قلت أعيا ناضحي وما زال لنا ناضح سوء هذا البعير. فيقول النبي صلى الله عليه وآله جاء وأنهض ناضحي وبعثه إلى المسير، ثم أخذ يماشيني واستغفر لي في تلك الليلة 25 مرة: اللهم اغفر لجابر ابن عبد الله. احنا نعمل هذا العمل. بعدين قال لي النبي أمتزوج أنت؟ قلت نعم. قال من؟ منو؟ فقلت فلان بنت فلان، وكانت أيما. أيم يعني امرأة مات زوجها فتزوجها. الأيم الرجل الذي ماتت زوجته أو زوجة ماتت زوجها في هذه الرواية كما فسر. على كل الآن ما علي بكلمة الأيم ومعانيها، هنا امرأة مات زوجها فقال لي هلا فتاة؟ ليش ما أخذت ابني؟ فقلت أنا عندي أخوات بالبيت وخفت أنه أجيب فتاة بالبيت وتحدث مشاكل بينها وبين أخواتي. فقال أصبت ورشدت. جيد فعل. لاحظوا كتاب النكاح من مستحبات النكاح أن يأخذ الإنسان بكرا، هذا من المستحبات الشرعية. والوالد رحمة الله عليه في كتاب النكاح موجه هذا، أنه ليش هذا؟ أن تكون بكرا ولودا ودودا. كاتب توجيه ليش في المجلد الأول من مجلدات النكاح. بعدين أو قبل ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وآله أنه أبوك عبد الله عندما مات كم ترك من الأولاد؟ فقلت 7 بنات في البيت. فقال لي هل كان عليه دين؟ قلت نعم. فقال لي إذا حان وقت جذاذ التمر فمر علي. يقول بعدين مررت على النبي صلى الله عليه وآله فأعطاني 8 أواق من الذهب. راجعوا اللغة شوفوا 8 أواق من الذهب كم تكون من الثروة. يعني النبي كان يسأل عن الدقائق ويوفي دينه ويسأله أنه متزوج أو لا، وأنه ليش متزوج أيم مو فتاة، وأنه أبو عليه دين أو ما عليه دين. بعدين يعطي لما يسد به دينه. هذه قيادة ميدانية. أما تعال أنت قول للشاب، أنا ما أقول أن الشاب، كثير من شبابنا متدينين مؤمنين حقيقة يقاومون، أنه تعال إلقي خطبة على الشاب وانتهى كل شيء، دكان ما عنده ليكون عنده. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنى دكاكين كما في التاريخ
في الكوفة ووزعها للناس مجانا، دكان ما عنده لا يكون عنده، شغل ما عنده لا يكون عنده، زواج ما متزوج. شلون هذا الشاب يقاوم في ضمن هذه الأجواء الموبوءة؟ حقيقة يحتاج إلى إيمان، إيمان قوي يحتاج. وهكذا هذه كلها منافذ ينفذ منها الشيطان. إحنا المتدينين إذا ما سددنا هذه المنافذ، الشيطان ينفذ من هذه المنافذ ويأخذ شبابنا كما أخذ الكثير منهم. الشاب بحاجة إلى معبد، الحاجة إلى العبادة، يحتاج إلى مسجد. الشاب يحتاج إلى مجلة ثقافة، الشاب يحتاج إلى جريدة، الشاب يحتاج إلى بيت، الشاب يحتاج إلى دكان، الشاب يحتاج إلى عمل، الشاب يحتاج إلى زوجة وإلى مئة احتياج آخر. إذا إحنا المتدينين ما أدرنا المجتمع في هذه المجالات، الآخرون يأتون ويديرون المجتمع في هذه المجالات ونرى ما نراه في بلادنا. يديرونهم فكريا، يديرونهم ثقافيا، يديرونهم عمليا وميدانيا ويأخذوهم. أنقل لكم هذه القضية، وحقيقة قضية مؤلمة، ونؤجل الموضوع الثاني وهو لوازم القيادة إلى بحث آخر. يقول أحد المؤمنين في أيام النظام السابق في العراق، ذهبنا إلى العراق وكنا في منطقة من تلك المناطق اللي لم تكن عليها قبضة الحكومة، كانت متحررة من سلطة الحكومة. يقول كنا نمشي، وصلنا إلى النهر، وكان فوق ذلك النهر جسر، وإذا بنا نرى مجموعة من الشباب والفتيات. ذول الشباب والفتيات منو؟ جايين من بلاد الأجنبية، لو شباب دا يلعبون على النهر. يقول كان واحد ويانا نظر، وإذا به يرى فتاة، قال هاي الفتاة من محلتنا، وهذه تنتمي إلى عائلة شريفة وأصيلة جاية في هذا المجال. هناك كان مقر للحزب الشيوعي، وذول الشباب والفتيات كلهم منتمين إلى الحزب الشيوعي ودا يلعبون على النهر. فيقول هو تأثر، قال أروح أكلمها. يقول ذهب مجمل القضية وكلمها، فناداها أول شيء فلانة اسمها الأسماء الدينية، قالت لا أنا مو تلك، اسم أجنبي مخلية. يقول رحت قلت لها أنت من عائلة شريفة من أصول كريمة، إيش جابك في هذا المكان؟ هذا مو مكانك. فأجابتني بكلمة، قالت أنتوا ما إجيتون وهم إجون، أنتوا المتدينين تركتون وأولئك جاؤونا. شيء طبيعي. يقول كلما تحدثت معها لم ينفع. إحنا المتدينين إذا تركنا الميدان، الآخرون يأتون ويأخذون أولادنا وشبابنا ويجعلونهم لقمة سائقة بيد الغرب والشر، ويهدمون دينهم ودنياهم أيضا. يعني واحد لا يظن أنه هؤلاء يربحون الدنيا، هم آخرتهم تروح هم دنياهم تروح. فهذه في الواقع هذه القضية تحتاج إلى تفكير وتحتاج إلى تعقيب
وتحتاج إلى مواصلة، وبالذات الآن هي مسألة الشباب دائما مسألة حادة. والآن ونحن في التعطيلات المسألة تكون أحد، لأن الشاب برنامج بعد ما عنده من الصبح إلى الليل ماذا يفعل. إذا إحنا ما خللناهم برنامج للشباب، للأطفال، للبراعم، للفتيات، حقيقة يكونون طعمة للغرب والشرق. في سيوطي هناك كأنه أكو يقول: والذئب أخشاه إن مررت به وحدي. هذه الذئاب متربصة، فإذا رأوا شبابنا بلا حماية بلا رعاية بلا قيادة يأكلونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء وظائفنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا بقية الله في أرضه ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب.